صباح الخير أعزائي، رحب فيكم مجددا على الفريجرنس هوليك لبنان بيروت فريجرنس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. مثل ما شايفين اليوم حبيت صور بالطبيعة، إجمالا بحب صور بالطبيعة خاصة بفصل الصيف والخريف والربيع. طبيعة لبنان حلوة كتير وأنا شخص بحب الطبيعة والبرية، صرتوا تعرفوني، اللي بتابعوني بيعرفوا كيف طريقة تفكيري. العطر رح نحكي عنه اليوم من دار ألفريد دانهيل، دانهيل إديشن. هيدا الزجاجة ومع الفول برزنتيشن، العلبة تجي بهذا الشكل. سريعا العلبة تجي لون أسود مع رمادة أنتراسيت مضلع بأسود، دانهيل بالأبيض، لندن بالفضة إديشن اسم العطر. تجي 100 ملي أو دو تواليت. هون عنا الباتش كود والباركود على العلبة مطابق للزجاجة. الزجاجة كتير أولد سكول، ازاز محجر، بتحسوا العطر طالع من التلاجة. طبقة فيها شوية وزن بس بلاستيك، على الطبقة ألفريد دانهيل. شوفوا السبراير شو اولد سكول. اوكي، من قدام ما في شي على الزجاج الا دانهيل لندن، والباتش كود بيجي من تحت. السبراير كتير منيح، السبراير عطر رائع. هذا العطر تم اصداره عام 1984، شوفوا شو قديم. هذا فلانكر للاساسي اللي هو دانهيل فورمان. اوكي، بيجي تقريبا نفس الزجاجه بس العطر بيجي لونه عسلي غامق عسلي. هداك اساسي في جلد، هداك مثل ستايل الكوروس وعطر جلدي حيواني اكثر. الاساسي هيدا فريش اكثر، مناسب للصيف، لكل السنه فينا نستعمله. تجي من نوع الاروماتيك فوجير قلنا. العطار هو ألان أستوري. اوكي، هذا العطر بيتركز حول جوزة الطيب، الليمون، برجموت، الخزامة، اللافندر يعني. عندنا المريمية اللي هي السيج، القرنفل، الياسمين، إبرة الراعي، زهرة بخور مريم، والزنبق الوادي، ليلي اوف ذا فالي. وبالقاعدة عندنا الفير اللي هو نوع صنوبريات، نجيل الهند، طحلب السنديان، الأرز، العنبر، والتونكا. هيدا العطر بيعكس رائحة الطبيعة، له طابع زاستي، يعني إذا بدكم برش الليمون، زاست الليمون، هيك طابع زاستي منعش. في رائحة صمغية مثل الصمغ اللي بيكون على شجرة الصنوبر، بس مش مذكور، بس ممكن التركيبة تبعه، تركيبة النوتات اللي ذكرناها قبل، ممكن تعطي هذا الطابع الصمغي الريزيني بيقولوا موجود بهذا العطر. عطر رائع، أنا كتير حبيته هيدا العطر، هيك مناسب للأشخاص اللي عمرها فوق 35. أكيد بده يكون شخصية اللي بده يرتدي هذا العطر، عنده هيك شخصية. إذا بدكم بحب مثل ستايلي أنا، يعني صرتوا اللي متابعيني بيعرفوا كيف طريقة تفكيري وكيف كيف طريقة عيشي. هيدا عطر كتير بلاقيه بناسبني وبناسب كل اللي تفكيرهم مثلي. أوكي، اللي بيشبهوني يعني. أدائه هيدا العطر 5 ساعات ثبات، ممكن أكتر شوي، بس إنه فيني أقول 5 ساعات ثبات. وأول ساعة فواحين مقبول جدا، اول ساعه اكيد تعرض لعده ريفورميليشنز، يعني اعاده اصدار، كان اقوى بكتير وتم تخفيفه اكيد مع الوقت، ومع كل اصدار بخففوه اقل من الثاني. فشو فيكم تلاقوا اصدارات قديمه، اكيد بنصحكم ترجعوا بالزمن لورا تاخذوا العطر يعني اقرب شيء ممكن لنسخته الاساسيه. اكيد نسخه اول نسخه اكيد ما عادش موجوده بالسوق، 84 عم نحكي. اوكي،
الفصول كل ايام السنة، بس هيدا عطر حلو بالصيف بالربيع. بالصيف حلو كتير، يعني اذا بدكم عطر ماسكولين للصيف هيدا عطر رائع. بالنسبة للاطراءات مثل ما بقولكم على طول، انا ما بنتظر اطراءات، بس ممكن يعطيكم اطراءات لانه ريحته فريش حلوه. اوكي شوي ذكوري، مش شوي ذكوري، كتير ذكوري العطر، بس انه ممكن يقدروه السيدات يعني اكثر من الصبايا الصغار بالعمر. اوكي السيدات اللي عمرهم كمان من 35 40 راح يحبوا هذا العطر. اوكي سعره هذا العطر بيتراوح بين 30 و 35 دولار تقريبا، منه كتير غالي، وبعده موجود بالسوق يعني متوفر. اوكي هذا هو لكان دان هيل اديشن، عطر ماسكلين، عطر ذكوري كتير مناسب لفصل الصيف. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات جديدة.